ساعدك الله يا علي عندما نحن نتحدث عن الصحابة وعن منزلة الصحابة ونتحدث عن منهج يختلف عن منهج الصحابة، منهج يرجع إلى الأموية، يرجع إلى الموانية، يرجع إلى السفيانية، يختلف عن منهج الصحابة كليا، لكن هم جعلوا الصحابة في مقابل أهل البيت سلام الله عليهم لغاية في نفوسهم، لتحقيق مأرب، لتحقيق فتنة، لتحقيق مشروع. طبعا أيضا بالمناسبة عندما نحن نتحدث كما ترون و الفعل يدل على الشخص وعلى فكر الشخص وعلى معتقد الشخص، فأنا أتحدث معكم وأفتخر وأعتقد وأتيقن بأحقية ما أعتقد به وبأحقية ما أتبع، فوالله لو وجدت أي خلل فيما أعتقد لتركت هذا الاعتقاد واتخذت المعتقد الأصلح والأرجح، لكني أرجح هذا يقينا ولا أشك به قيد أنملة. فلا يتصور البعض ولا يضع في ذهني البعض عندما نتحدث عن حقائق، عن حق، عن مظلومية، عن ناس، عن تهجير، عن قتل، عن تمثيل بالجثث، عن معصية، عن منكر، بالمقابل عندما ندافع عن الصحابة، عن مواقف الصحابة، عن منزلة الصحابة، هذا هو منهج أهل البيت سلام الله عليهم. نحن نعتقد بأفضلية علي سلام الله عليه على كل الصحابة، هذا شيء نعتقد به، هذا شيء يخصنا، هذا شيء يخصني أنا، هذا أعتقد به وتيقن به. ولو كنت مع هذه الروايات الآن، أي عاقل بالحد الأدنى من العقل، بالحد الأدنى من الضمير، عندما يجد أن علي بن أبي طالب حول بهذا المستوى من الحرب وبهذا المستوى من العداء، ماذا يقول؟ ماذا تقول أيها العاقل أيها المنصف؟ علي تعرض لهذا العداء، ولو كان فقط النظر إلى مقدار العداء الذي تعرض له علي سلام الله عليه من الدولة الأموية، من الحكام الأمويين، من السلطة الأموية، لكان كافيا في اعتقاد حقية علي وأرجحية علي عليه السلام. الآن كل الحملات على الشيعة، على أهل البيت، على أئمة أهل البيت، على إمام أهل البيت، لماذا الآن؟ لماذا كل الحملات وبأبشع الطرق والوسائل على أكبر المستويات وأعلى الرموز تتحدث عن أهل البيت، عن أئمة أهل البيت، تطعن بأهل البيت، تطعن بأئمة أهل البيت؟ لماذا؟ لما تسأل المقابل ما هو المبرر عنده، يقول لقباحة ما صدر من يدعي أنه من أتباع أهل البيت، ولأن ما صدر من جرائم وقبائح تفتك بالناس باسم الحسين، باسم أهل البيت، باسم الإمام علي، باسم الإمام المهدي. فالإنسان المقابل يجد بأنه مظلوم، بأنه منتهك، بأنه سلب الأمان، سلب الأمن، سلب الأموال، سلب العقيدة، سلب الرموز الدينية، يعتدى عليه، على عرضه، على رموزه، على قادته. ما هو رد الفعل؟ رد الفعل كما ترون من افتراءات وفضائح وفحش على حتى على رموز أهل البيت سلام الله عليهم، هذا هو السبب. فإذا لاحظ العدو ممكن أن يكون قرينا على شخصية المقابل، توجه المقابل، معتقد المقابل، مواقف المقابل. فنحن طبعا لا نخرج من دائرة التشيع، أنا رجل شيعي وأفتخر بتشيعي وأعتقد بيقينية ما أتبعه وما أسلكه وما أعتقد به، أعتقد بيقينية اعتقادي. فلا يصح ولا ننخدع بأنه عند المقابل أو يخدع المقابل أو ينخدع المقابل بأنه شيعي أو أنه يفضل علي. طبعا نحن نفضل علي على باقي الصحابة، نحن نعتقد بأفضلية علي سلام الله عليه، ليس لمصلحة شخصية وإنما للدليل الذي وصلنا والذي نتيقن به. ومجرد التفكير عندما سواء هذا الطرف أو ذاك الطرف، يعني مجرد التفكير للسني للشيعي للمسلم بصورة عامة، عندما أنت تفرح وتأتي بموقف يصدر من يهودي أو يصدر من مسيحي أو يصدر من ملحد أو يصدر من هندوسي أو يصدر من سيخي أو يصدر من أي إنسان وأي معتقد باعتقادات ما تؤيد المظلومية التي أنت فيها، تنتصر لمظلوميتك، تفرح بهذا، تقبل بهذا، تحكي بهذا، تتمسك بهذا، تحاجج بهذا الكلام وبهذا الموقف، طبعا تحاجج. نحن اعتبرنا مثل هؤلاء الناس.